مرحبا بكم متابعينا. كشفت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس انه الاربعاء المقبل باش يتم التسريح بالحكم على سيف الدين مخلوف، وهذا بسبب القضية اللي رفعها عليه وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الابتدائية بسيدي بوزيد سابقا، وهذا بسبب اعتداء سيف الدين المخلوف على وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية داخل اروقة المحكمة، واتهم وكيل الجمهورية سيف الدين مخلوف بثلبه والإساءة ليه ووصل به الشيء حتى التهديد بالقتل، إثر قرار وكيل الجمهورية المتمثل في إيقاف صاحب المدرسة القرآنية بالرقابة اللي كان يمارس فيها أعمال خطيرة على التلاميذ، اللي وقضت المحكمة بسجن صاحب المدرسة القرآنية بالرقابة المدة 30 سنة، في حين زادت بين إنه أيضا متزوج عرفيا بأحد المعلمات اللي كانت تدرس هناك. هذا اللي خلى سيف الدين مخلوف يعتدي على وكيل الجمهورية لفظيا ويهد أمام العلن في أروقة المحكمة العسكرية الابتدائية بسيدي بوزيد، وهذا بالطبع أمر خطير للغاية. إن شاء الله في الأيام القادمة ربي ظهر الحق، وما تنساوش في آخر الفيديو باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم بكل المستجدات.